just really happy to be celebrating our national day here. نحن في الحقيقة سعداء بالاحتفال بيومنا الوطني مع العديد من الفلبينيين. نشكر الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش للاحتفال بهذا اليوم معنا، وأيضا نشكر حكومة الإمارات وشعب دبي. هذا يعني الكثير بالنسبة لنا. أنا كيفن، طالبة في المدرسة الفلبينية في دبي. أنا سعيدة لأني شاهد على الاحتفال باليوم الوطني لبلدي. إنه شعور رائع رؤية المجتمع الفلبيني يحتفل مع بعضه البعض بهذا الحدث. الطلاب الفلبينيون موهوبون ويقومون بالعديد من النشاطات. نحن فخورون بثقافتنا، وأقول لكل الفلبينيين هنا يوم استقلال سعيد.